السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه اطفاء الكمبيوتر او اللابتوب في وقت محدود، يعني انت تحدد وقت يطفي الكمبيوتر. لما جايب لكم طريقه يحفظ كل شيء في جهازك. يعني كيف يحفظ؟ يعني اذا كان عندك برنامج مونتاج مفتوح او متصفح مواقع مفتوح، فاول ما يطفي هذا، يعني تحدد الوقت اول ما يطفي جهازك، فاول ما ترجع تعيد تشغيل الجهاز يكون كل شيء شغال، يعني البرنامج مرتاج في مكانه والمتصفح في مكانه. اوكي، جايب لكم طريقه جدا سهل. فمثال اعطيكم مثال، انا كنت مثلا انت تريد تحمل ملف من، يعني تحمل ملف او ترفع فيديو على اليوتيوب. فطبعا لما ترفع الملف او تنزل تحميل الملف يعطيك ساعة تحميل، يعني عن مثلا في ساعة كذا يحمل الملف، في ساعة كذا يرفع الفيديو. فانت تقدر تحدد وقت في جهازك، اول ما يوصل لهذا الوقت يطفي جهازك تلقائيا مع حفظ سطح المكتب. بيحفظ سطح المكتب اذا كان عندك مثلا المتصفح شغال او البرنامج مونتاج يكون في مكانه، يعني يطفي الجهاز مع حفظ سطح المكتب. الطريقه جدا سهل. طبعا انا كان طبعا طريقه جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط تروح على سطح المكتب، اضغط على كليك يمين، اضغط هذا الزر تخصيص، هذا الزر الناس بتشوفون. اوكي، بعد ما تضغط على التخصيص بيفتح لك هذا الصفحه. اوكي، اضغط على شاشه توقف، اوكي هذا الخيار. اذا كان لغتك بالانجليزي، لغه جهازك بالانجليزي، اضغط على هذا الزر، ما تفرق اللابتوب او كمبيوتر نفس الطريقه، يعني اضغط على هذا الزر الايقونه هذا، اضغط عليه. بعد ما تضغط بيفتح لك هذا النافذ، اضغط على هذا الخيار تغيير اعدادات الطاقه، نفس ما تشوفون هذا الخيار. الحين بيفتح لك هذه الصفحه، اضغط على هذا اختيار وقت ايقاف تشغيل العرض. اوكي، هذه الايقونه نفس ما تشوفون. اوكي، اضغط عليه. بعد ما تضغط عليه بيفتح لك هذا الصفحه، ناس بيشوفون هذا الصفحه بالضبط. الحين اضغط، ناس بتشوفون وضع الكمبيوتر في حال السكون، ثالث خيار، مستوى الخيار، مش ثاني خيار، ثالث خيار. يعني تحدد الوقت، متى تريد ينطفي الكمبيوتر، مثلا دقيقتين او دقيقه. اوكي، بس تحدد. اعطيكم مثال الحين، راح بوريكم كيف يطفي الجهاز. مثلا دقيقتين او دقيقه. اوكي، مثلا اعطيكم دقيقتين، عندك هنا كل شيء، دقيقتين، ساعتين، نص ساعة، 45 دقيقة، على حسب اللي يناسبك. اوكي، حدد الوقت. اوكي، حط دقيقتين، انا اخترت دقيقتين حتى اوريكم. اوكي، بعد ما تختار الدقيقتين، اوكي، راح احفظ التغييرات. نفس ما تشوفون، اضغط على حفظ التغييرات. اوكي، الحين بعد ما تحفظ التغييرات خلاص، الحين اخرج من كل شيء. الحين بعد دقيقتين راح يطفي الجهاز تلقائيا. اوكي، راح يطفي الجهاز تلقائيا. راح بشوفكم داخل كاميرا الهاتف، راح بشوفكم داخل عشان اوريكم الجهاز بعد دقيقتين كيف يطفي ويكون كل شيء. الناس بتشوفون البرامج المتصفح وبرنامج مونتاج شغال. اوكي، راح بطفي، شوف راح يطفي الجهاز، شوفوا كيف يعني بعيد التشغيل يكون كل شيء شغال. الحين ناس ما تشوفون هذا الجهاز من خارج، الحين اصور من كاميرا الهاتف، ناس ما تشوفون الحين راح بوقف، راح ما بلمس اي شيء من جهاز. اوكي، ما بلمس اي شيء من جهاز. اوكي، بوقف الماوس، يعني ما بلمس اي شيء بالماوس او الكيبورد. الحين راح ننتظر دقيقه، انا حددت دقيقه، حددت دقيقه راح يطفي الكمبيوتر، فننتظر هذا الدقيقه وشوفوا كيف الجهاز راح بيوقف تلقائيا. فننتظر، الحين راح بوقف الفيديو وبرجع لكم اول ما ينتهي، من اول باقي 10 ثواني لين يطفي الجهاز راح برجع لك. ناس ما تشوفون تم انطفاء اول انطفى الشاشه، بعدين انطفى اللابتوب. ناس ما تشوفون الجهاز مو بشغال، الجهاز تم توقيف وتوقف كامله، يعني مو بشغال، بس يعني يكون يعني الجهاز نايم. اوكي، يعني نفس نايم. اوكي، الحين حتى نشغل الجهاز بس نضغط على زر التشغيل. ناس ما تشوفون زر التشغيل، اول من كمبيوتر، اذا كان عندك كمبيوتر اضغط على زر التشغيل يبدا يشتغل. ناس ما يشوفون الحين شغلنا الجهاز، الحين نضغط على انتر حتى نبدا التشغيل، تسجيل دخول. الحين ناس ما يشوفون المتصفح، هذا المتصفح مالي كل شيء شغال بدون ما، ناس ما يشوفون البرنامج بدون ما يطفي اي برنامج او اي برنامج على سطح المكتب او المتصفح. يعني يحفظ هذا الطريقه، يحفظ جهازك، يعني يحفظ سطح المكتب من، يعني بس هذا هو، يعني طريقة جدا سهلة. الحين حتى يعني تزيد الوقت، نفس تزيد الوقت
يعني تزيد وقت اطفاء الشاشه، اضغط على التخصيص نفس الخيار، اضغط على هذا الزر، اوكي، اضغط على هني، اضغط على هذا الزر، هذا الزر، اوكي. الحين نضغط على هذا الزر، ناس يشوفون هذا الزر، اوكي. الحين بالضغط على هذا الخيار ناس يشوفون حدد هني كم مثلا ما بي ينطفي مثلا 30 دقيقه، اوكي. هني بعد 30 دقيقه، اوكي. هني اختار 30، هني 30، هذا الخيار، اوكي. بعد ما تنتهي اضغط على حفظ وبس. بعد يعني نص ساعة اذا ما تلمس جهازك راح يطفي جهازك تلقائيا وبس. هذا هو الشرح، شرح جدا يعني يفيدك. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر جرس. مع السلامة.